صباح الخير مداخلة جديدة بعنوان فن القراءة من حيث هو فن التفكير. فن القراءة هو فن التفكير مع قليل من المساعدة. التدقيق اللغوي يعلم فن القراءة. القراءة الأولى للقارئ ما هو إلا ارتجال للمتكلم. القراءة البطيئة هي المبدأ الأول وتنطبق تماما على كل القراءات. إنه فن القراءة في جوهره. لتتعلم القراءة يجب أن تقرأ أولا ببطء شديد، وبعد ذلك يجب أن تقرأ يعني ببطء فقط ودائما حتى آخر كتاب، سيكون لك شيء ما يعني تقرأه. يعني يجب أن تقرأ ببطء. القراءة ممتعة، إعادة القراءة أحيانا أكثر إمتاعا. دائما ما تكون متعة القراءة مطالعة كتاب قديم في البداية ضعيفة بعض الشيء، ولكن ستتحسن فيه بما بعد. القراءة انتصار على الملل، انتصار من أجل تقدير للذات. يجب على الناقد دعوة الناس جميعا إلى إعادة القراءة وإعادة التفكير في قراءاتهم. أنا أقرأ كثيرا، أعتقد أنني أفهم أفضل بكثير. يعني إنها شيخوخة لا تخلو من الساحر، تلك التي يكرسها المرء لتصحيح تأويلات الخاطئة القديمة. قراءات القديمة، إعادة القراءات. هناك نوعان من التعليم، الأول الذي يتلقاه المرء في المدرسة، والثاني الذي يعطيه المرء لنفسه. الأول لا غنى عنه، ولكن الثاني فقط يستحق العناء. يحب القارئ من يقرأ ويتحدث معه عن القراءات السابقة له، بل ويصل إلى صلب الموضوع بحاجته إلى ثقة فكرية التي يجب تكوينها وتلقيها معه حتى لا يعود قادرا على الاستغناء عنه. أما السخط من القراءة، فهو الرغبة في الاستياء. ما يمنع المرء من الاستمتاع بالأشياء الجميلة هو الرغبة في العثور على ما هو يعني جيد، ولكن عثور على ما هو سيء. لا يوجد شيء يجد دليل فيه في كل قراءة. عندما يرسم المرء البطل يرسم مثل أعلى لديه، يؤمن المرء دائما بنفسه قليلا على الأقل في بعض الأحيان، يعتقد أنه قوي بما يكفي لتحقيق ذلك. يعني في سياق القراءة أن وضع البطل يشبه إلى حد ما تظاهر كبطل. المؤلف في هذه الأيام هو راهب يكتب لديره منعزلا في عالم صغير. يعني أصبح الأدب ديرا. إن كراهية كتاب غبي في حد ذاته شعور لا طائل منه، ولكن الذي له ثمن إذا أعاد فينا الحب والعطش للصالحين للخيرين. المرء أكثر حماقة في معارضة الطبيعة منه في اتباعها. ممارسة الاستهزاء هو أن تكون لديك بالفعل إرادة للعجز، وأن تمنح نفسك الإرادة. لا شيء يكشف الضعف ويحافظ عليه مثل السخرية. خطر ارتكاب خطأ يزيد من حدة الرغبة في الرؤية بشكل صحيح، ويزيد من متعة ربما تكون على حق. هناك متعة لن أقول أكبر، ولكن أكثر حدة في أن تكون أكثر أو أقل يقين بأنك على حق، فقط للتأكد تماما من أن الموسيقى وحدها هي الفن الذي يسمح للفرد بالهروب من الحياة ويساعد على الخروج منها. كل واحد منا هو عالم صغير، حيث ينظر إلى العالم كله على أنه اختصار عالم صغير، ويشبه حقا تكوينا ما نواة. وهكذا تتكأ خلية، هكذا تتكون القراءة مما نعرفه وما نتعلمه. ما نعرفه وما نتعلمه يعني لأننا عرفناه بالفعل وما نعرفه بشكل أفضل الآن، لكن لأننا تعلمناه للتو مرة أخرى. في المسائل الفكرية يجب أن يكون هناك تنازل ولا انتصار. التنازل عن العرش دائما أمر محبط قليلا، والنصر دائما ما سيكون سوداء. يجب على المرء ألا يسقط في القراءة الخاطئة، لأننا وجدنا منطقا قويا إلى حد ما ضد منطق الضعيف إلى حد ما للمؤلف. نعتقد دائما أنه على حق ضده. لا أريد أن يكون المؤلفون مليئون بالتناقضات، لكنني أتمنى أن يجد القراء بعضا منها. التناقضات هي حوادث المناظر الطبيعية لمفكر عظيم. هناك ملذات من الفكر، والفكر للمؤلف فجوة بريئة. وربما نعرف شخص ما فقط عندما نعرف ما هو وماذا يمكن أن يكون، أكثر مما نكرهه في العالم عندما يكون لديه روح نشطة وليس مجرد روح سلبية وخادعة. هذا ما تم رؤيته من حولنا عندما كنا في ماضي معين من عمرنا. يعني ربما كان فرويد مدركا أن ما كتبه
واجه مقاومة، ليس فقط بسبب محتواه، ولكن أيضا لأنه كتبه يهودي، علم نفسه ولكنه يهودي، لكن كان قادر على استخدام هذا التقليد لإيجاد تقنية التأويل. في الواقع فإن التقليد القبلي أي القانون الشفهي والسري تم نقله أيضا عن طريق التوراة أي القانون المكتوب والعام. سينقل فرويد طريقة التفسير القبلي كابانيك لتحليل الأحلام، ولذلك فهو يقارن بين الإنسان والتوراة أي بين المحتوى الظاهر والمحتوى الكامل للحلم، أما عندما ومحتوى الكامل والمحتوى الظاهر للنص الديني، عندما كل ما تنتجه الروح هو كتاب بطريقة ما، ومن هذا الاختزال يجب قراءة الأحلام. يقول فريد بوضوح في تأويل الأحلام لن معلق أهمية أقل على كل فرق بسيط في شكل الكلمات مثل تلك التي تم تقديمها إلينا، حتى عندما حدث أن نص الأحلام كما توصلنا إليه كان بلا معنى أو غير مفهوم، كما لو أن الجهد المبذول لتقديم حساب صحيح لم ينجح. فقط هذا الخلل في الاعتبار أيضا باختصار، لقد تعاملنا مع ما اعتبره الكتاب السابقون ارتجالا تعسفيا باعتباره كتابا مقدسا. القراءة بهذا المعنى، القراءة تعني التفكير مع الآخر، التفكير في الفكر الآخر، والتفكير في الفكر بما يتوافق أو يتعارض مع فكره الذي يقترحه علينا، أنها علامة عظيمة لكتاب على امتياز أو توافق مع شخصيتنا. إن الرغبة في إعادة فتح إعادة القراءة هي قراءة المذكرات دون بذل عناء في كتابتها، قل من الروايات التي تقرأ مع يعني الثمالة في سن العشرين تروق لأربعين رواية. لهذا السبب عليك إعادة القراءة وإعادة قراءتها بنفسك وقراءتها مع الآخر وقراءتها في نفسك وتحليل نفسك من خلالها، ومعرفة نفسك عن طريق المقارنة، ومعرفة ما فقدته وما تذكرته. إن إعادة زيارة الأماكن التي زارها الأصدقاء المؤلفين والكتاب مرة واحدة وقراءة الكتب مرة واحدة هي واحد من مشاعر التراجع، لكن هذا هو بالضبط مقارنة المرء لنفسه مع الآخر، هو اختبار ما إذا كان المرء لا يزال لديه نفس القدر من قدرات الشعور، وما إذا كان لديه نفس القدرات من التذكر ومن السخرية من الذات، تذكر الآخرون وسخرية من الذات. والويل لمن لا يسخر من ذاته. يعني قلنا ان التدقيق اللغوي يعلم القراءة، وان من خلال شفرة فن القراءة من قبل الصوفي يعطينا تعليق النقدين على عصرنا في علاقتهم بالكتب والقراءة والتعليم. يعني على الرغم من النجاح الذي ربما ارتبط بفن القراءة، فإن اكتشاف مفكر علمي يسمح لنا بالقدرة على تأسيس أفكارنا في المزيد من البحوث التقنية والتاريخية. هناك شخصية يعني القارئ وشخصية يعني شخصية لها أطروحة تربوية تحتفل بالمؤلف بالقراءة باعتباره إيقاظا للتكوين الفكري وتحليل العادات والخيال المرتبط بهذه الممارسة الواسعة الانتشار، القراءة والتأمل والدراسة والتذكر. هناك كلمة كفن القراءة شاهد على حدوث تغيير في تاريخ الثقافة وانتشارها، شاهد على تحول في طرق الكتابة وطرق التفكير، وكذلك في التنظيم والتكوين الاجتماعي للقراء. نحن ندين يعني لمن كتب فن القراءة بواحد من كلمتين أخرتين، كنا نقرأ بصوت عالي المجتمع بأكمله بما في ذلك أولئك الذين يتألفون من الأميين، الآن يمكن أن نقرأ في صمت كل واحد لنفسه. يعتمد هذا التغيير بشكل أساسي على عوامل مادية، كتاب الخطي، السرعة في القراءة والاعتماد التدريجي للورق وتنسيقات الجديدة التي تسمح بتعزيز الكلمات الرئيسية والاقتباسات والتمييز الواضح بين النص والتعليق وما إلى ذلك. وهكذا هناك إلقاء لنظرة أنثروبولوجية تقريبا على فن القراءة، تسليط الضوء على كل ما يمكن أن يكون بالفعل لفعل القراءة أهمية بالنسبة للزمن ومجتمع تأليفه. الانتقال من القراءة الشفوية إلى القراءة الصامتة أو التأملية لا يتم دون صعوبة، حتى أنه في بعض الأحيان عمل روتيني للقراءة في ذلك الوقت، بحيث يظهر من ينغمس فيه شجاعة كبيرة. لذلك يجب أن يكون القارئ مدفوعا بحماسة البحث أو على حد التعبير اللاهوتي الذي يعني يسعى فيه إلى الكمال الديني الحقيقي الذي يقود الروح إلى الراحة ويسمح له بالوصول إلى الفرح. هناك منظور غامض في يعني القراءة، في فن القراءة،
فعل القراءة يعني في النهاية تبني نسخ كبير، نظام كبير، إذا كان له أن يكون مثمرا، أن البحث عن الحكمة الذي يشهد عليه متجذر في البحث عن رموز نظام العالم الذي يمكن التعرف عليه من خلال صفحات الكتب وفق يعني المؤلف، فقدت العيون البشرية بالفعل الشفافية والقوة الإشعاعية التي خلقت من أجلها. هناك يقدم الكتاب نفسه كعلاج لهذا الموقف، أنه فرصة لرحلة هروب من العالم لاكتشاف الحقيقة بعبارة أخرى، فإن العين التي تقرأ النص هي الأداة التي من خلالها يدرك الفرد سحر الجمال الحقيقي. بالفعل بفضل العين يخرج الإنسان من الظل ويقترب من الضوء ويشتعل في كيانه حتى يتلألأ. هذا البعد الصوفي لفن القراءة مرتبط بمسلمة تتمثل في أن ضوء النص يوسع الوجود في نفس الوقت نفسه، أنه يسوع من خلال تأديب هذه الروح الجديدة التي تلزم القارئ بالتواضع أمام الحقيقة، ولكن بعد ذلك تطول آثاره لتأسيس حياة هادئة بشكل دائم، حيث لا تتشتت الروح برغبات غير مشروعة أو تنجرف بعيدا عن طريق سباق مع الفأر. القراءة تتكون من تكوين أذهان وفقا لقواعد ومبادئ مستبدة من الكتب. في المجموع هناك من هذه القواعد التي تسمح للقارئ باكتساب عادات تؤدي إلى الحكمة. من هذا المنظور يأخذ يعني عنوان العمل معنى أكرم العنب في النص يستحضر صورة كروم الرب التي ترمز إلى ملكوت الله التي تدعو المؤمنون إلى إثراء أفعالهم، ولكن قبل كل شيء يعني النسيج، مع ذلك يستحضر الإطار أو يعني الجود، يعني ومع ذلك هناك إضافة لتتبع أصل كلمة الصفحة التي هي في الحقيقة خيوط تدعم هذا الجهد وتجعله ينمو. لذلك في يعني هذا في كتاب فن القراءة هناك نقد المجتمع المعاصر. في نفس الوقت يعتمد الفيلسوف على مفهوم الكتاب والقراءة والكتابة الموجودة في كل العصور، هذه من أجل إبراز سمات عصرنا والمشكلات التي يواجهها من حيث التعليم بشكل أفضل. هذه نقطة مشتركة يعني مع من أجل محو الأمية للروح الشعبية والتي تتأسس على مناقشة طويلة عبر القارات مع حول محو الأمية. هناك تحديد للتناقض الهائل الذي يفصل مجتمعنا الصناعي عن أفكار القانون النظامي، وربما لم تعد الثقافة التي تم الترويج لها باستثناء هي نفسها باستثناء كونها على قيد الحياة، حتى ولو تمكنا من الوصول إليها لم يعد لدينا نفس المراجع ونفس العلاقة بالسلطة ونفس المعاني المتجذرة. لكن ما يثير الاهتمام هو الوقوع على مفترق طرق بين الثقافة الرهبانية والثقافة المدرسانية. مع ذلك بطريقة معينة يحتل كتاب نفس القراءة موقعا محوريا بين حقبتين، الفترة التي ورثت علاقة القرون الوسطى بالقراءة مباشرة والتي حافظت بعد التحولات العديدة، والعصر الذي تحول فيه الإنسان إلى الكمبيوتر والعصر الرقمي. هناك تبرير لدراسة عمل فن القراءة بالقول أنا أتعامل هنا مع بداية عصر الكتاب الذي هو في طور الانتهاء، وأخيرا هذا التحليل لفن القراءة ذريعة لفهم العلاقة بين ممارسة قراءة معينة والواقع الاجتماعي والثقافي الذي يشير إليه ضمنيا. ودراسة طريقة القرون الوسطى للقراءة تدفعنا إلى التساؤل عن طريقتنا نحن المعاصرون. هذه هي المساهمة في تاريخ وسائل الإعلام وعلاقتها بالتحولات التكوينية العقلية. ومع ذلك هناك حرص على عدم الوقوع في فخ النقد الرجعي. هناك توضيح أن العمل لا يحتوي على إدانة مسبقة للعادات الجديدة لإدارة وسائل الإعلام ولا للأساليب التي نتدرب من خلال على القراءة، خاصة في يعني في الفضاء الرقمي والواقع الافتراضي وما هو وسائل الاتصال الحديث. هناك تكذيب في ضوء الانتقادات الأكثر قسوة، ولكن هذا التكذيب سيتلاشى وتنتصر التوجه الجديد للإنسانية والتقدم التكنولوجي الرهيب الذي يقودنا إلى عوالم ما زلنا بعد لم نكتشفها. إذا شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي عنوناها فن القراءة من حيث هي فن تفكير ولكنها أيضا هي فن تأويل. هناك عودة إلى التاريخ، توظيف للخيال، توظيف للذاكرة، توظيف للغة، توظيف لملكة التفكير، ملكة العقل، ملكة الذهن، ملكة التصور، ملكة الإحساس، ولكن بالأساس المقارنة بين ما هو شفوي وما هو مدون وما هو رقمي. فما هي الاستبعاد التي تحصل
عن هذه الثورة الرقمية، وهل تغير فن القراءة من فن المدون والمسموع والمرئي إلى فن المرقون والرقمي والافتراء؟ إذن إلى اللقاء في مداخلة تأويلية قادمة.